صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول في من يدعي القدرة على الخلق غير الله جل وعلا؟ وقد سمعنا في هذه الأزمان من يقول بأن الولي له قدرة على الخلق وله قدرة على التصرف بالكون وفي أمور الآخرة. هذا كفر بالله عز وجل، وهذا الكفر ما قاله أبو لهب وأبو جهل. يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهؤلاء يقولون إن الأولياء يخلقون. هذا ما قاله الكفار من قبل، هذا كفر أشنع من كفر أبي لهب وأبي جهل والعياذ بالله. وهذا شرك في الربوبية وادعاء الخلق. ولا تعجب من مبالغات الصوفية، لأن يعني عندهم أن أولياءهم يتصرفون في الكون، يتصرفون في الكون. لا تعجب من قولهم مثل هذا الكلام، عندهم أشد من هذا وأقبح. نعم.